أنا قلبي مقبوض أوي، حاسة إن نوح جرى له حاجة. يا قلبي والله ابنك هيبقى زي الفل. يا رب يسمع منك يا ست مشيئة يا رب. يا رب. يلا بقى نصلي الفجر ونجهز بقى ونستعد عشان عندنا عرض على النيابة كمان كام ساعة، وعايزين نفطر. نفطر إيه بس؟ هو في حد له نفس؟ أنا خايفة أوي من العرض على النيابة، حاسة إن وكيل النيابة المرة دي هيحدد جلسة. تفتكري يا ست مشيئة لما تحاكم ممكن يودوني سجن ومبقاش معاكي؟ ممكن. يا لهوي يا نار اسود ومنيل، طب انا اعمل ايه ساعتها بقى؟ ده انت اللي مهونه عليا المرار اللي انا فيه ده وليالي السجن الصعبه. يا حبيبتي سيبيها على ربنا. يا رب يا ست مشيئة. يا رب كده. ايوه كده بقول لك سيبيها على ربنا، ربنا قادر على كل شيء. وبكره تقولي مشيئة قالت. ان شاء الله ان شاء الله يسمع منك. عبد الله. عامله ايه يا غاليه؟ طمنيني. الحمد لله. انت عامل ايه يا عبد الله؟ الحمد لله. وحشتيني يا ست النا. ازاي امي ونوح عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين وبيسلموا عليك. تطمن عليهم؟ ايوه طبعا. وسيبنا كويس وبخير؟ الحمد لله، بس الشهاده لله المعلم صقر ما سبناش. راجل بصح يعني. تسلم يا سعاده البشر، ربنا يخليك. على ايه بس؟ ده احنا اخوات وخيركم سابق. ربنا يسترك. تعال يا ابني. تعال. لا يا باشا. ادينا اتنين شاي. لا ميه بيضا. الشاي اللي بتحبيه. معلش نفسي كتر خيرك. اشرب يا غالي، قوم عليا السكر زي ما بتحبيه. اشرب. لازم يتشرب. ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده، احنا هنا بنهتم بارواح الناس. حالا هتكون عربيه الاسعاف جايه تاخدهم على المستشفى. يا باشا الحقنا يا باشا. حالا هتكون واصله دلوقتي. كده هيتصفوا مننا يا باشا، هيتصفوا يا باشا. اه يا بطني. معلش استنى شويه، استنى شويه. دكتور اتاخر قوي، انا قلقان. لا ما تشيلش هم، باذن الله هيقوموا بالسلام. يا رب يا رب يا رب يا رب. بص يا معلم صقر، انتوا جوكوا هنا اصلا ممنوع، فاستاذنك ممكن تستنوا في الاستراحه احسن. حاضر. تمام يا باشا. تمام. ها يا دكتور خير؟ للأسف السم فضل في جسمهم فترة طويلة جدا، غسيل المعدة ما كانش مجدي، بقاء لله الحالتين اتوفوا. ازاي؟ عايز تقرير؟ ازاي يا عبد الله؟ استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. غسيل ما كانش مجدي. يا نهار اسود، يا نهار اسود.